فضيلة الشيخ، هل تصفد كل الشياطين أم المردة منهم؟ الحديث تصفد فيه مردة الشياطين، مردة الشياطين، والشياطين كلهم مردة، الشياطين كلهم مردة. وقوله مردة الشياطين ما هو للتخصيص، وإنما هو لبيان الوصف، فكل شيطان فهو مارد، كما قال تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، وكل الشياطين مردة. نعم، ما بالشياطين الجاويد، كلهم مردة. نعم.